السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناتنا كويزين صافو مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله جيت نتقاسم معكم هذا الكيش اللي كيجي صراحه زوين بزاف، لا شكل لا مذاق ومكونات كاينه في كل بيت، يعني كفكره غداء او عشاء. كنتمنى الوصفه ديالو ما تنال اعجابكم وتجربوها، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ويلا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للحشوه اللي سهله واقتصاديه، عندي هنا حبه ديال الفلفله مقطعه، عندي صدر ديال الدجاج مقطع على هذا الشكل هكا، والشومبينيو والزبده باش غادي نشحر. وبالنسبه للتوابل غادي نكتفي بالملح والابزار فقط. يلا وطريقه التحضير. بسم الله. غادي ناخذ جوج معلقه ديال الزبده، غادي نضيف صدر ديال الدجاج، بالنسبة للملح والإبزار ما غاديش نديرهم دابا حتى يشد ليا الدجاج راسو، حيت لا درت عليهم الملح دابا غادي يطلق ليا الماء، والعافيه تكون متوسطه ما تكونش ناقصه وما تكونش مجهده. وانتم كما كتشوفوا من بعد ما الدجاج شد ليا راسو، دابا غادي ندير ملحه، ابزار، وانتم كما كتشوفوا صدر الدجاج راه طاب ليا مزيان. دابا غادي نخلي على جنب، ونفس المقله هي اللي غادي ندوز فيها لي شامبينيون حتى هما غادي نسوطيهم، ونفس المقله غادي ندير فيها الزبده، غادي ندير لي شامبينيون، غادي ندوزهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق نحيدهم، غادي ندير فيهم طوما شويه الملح وشويه الابزار. دابا غادي نطفي على لي شامبينيون ديالنا، وغادي ندوزو لتحضير العجين. وبالنسبه للعجين، اللي عجينه سهله وغتكون ناجحه ان شاء الله 100%، لانه ماشي اول مره كنستعملها، يعني هذه راه معتمده عندي. بالنسبه للكيش غادي نحتاجو كاس ونص ديال الدقيق، القياس بكاس العنبه، يعني انا عندي هذا هو الكاس ديال العنبه تقريبا. كاس، وغادي نزيد نص كاس، غادي نضيف شويه ديال الملحه وخماره حمراء، وغادي نحتاج 3 المعالق ديال الزيت نباتيه، غادي نحاول نخلط كل شيء، نرمل هذا الدقيق مع الزيت. هنا استعملت يدي حيت غنجمع العجين. بالنسبه للماء غادي تستعملوا الماء ديال الصنبور، يعني الماء عادي، فوالا. دابا غادي ناخذ الماء عادي كما قلت لكم، ما كتحتاجش معنا بزاف ديال الماء، نردوا البال. بالنسبه لهاد العجينه ما كتخمرش وما كترتاحش، غادي نجمعها وغادي ندلكوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، وغادي تكون جاهزه للاستعمال. وانتم كما كتشوفوا تقريبا خدات معايا واحد نص كاس ديال الماء. دابا غادي نحاول ندلكها شويه،
وانتم كما كتشوفوا يعني تقريبا كما قلت لكم 5 دقائق وكتولي رطبه. دابا غادي ناخد شويه ديال الدقيق، غادي نسرحها بالمدلك، وتحاول تكون العجينه ما غليضاش وما رقيقاش. انا غادي نحاول نوريكم السمك ديالها. هانتوما خصو يكون بحال هكا. دابا هنا غادي نجمعها باش نديرها في المول ديالي. هنا غادي ناخد هاد المول ديال الدجاج، هو اللي غادي ندير فيه العجينه. غادي نحاول نصاوبها. تبغاو تقطعوا من داكشي اللي شاد وتزيدوا هنا في الجوانب اللي ما كملوش. وهنا غادي نبدا نقطع هادشي اللي شاد ليا بشويه. وانتم كما كتشوفوا من بعد ما صوبت الجوانب ديال المول، دابا غادي ناخد طريفات الدجاج وغادي نوزعهم في المول ديالي. على هذا الشكل. دابا غادي ناخد الشومبينيون، حتى هو غادي نجليه بنفس الطريقه، وغادي نحاول نوضعو حتى هو مع الدجاج. بالنسبة لهذا المول القطر ديالو 26 سنتيم. يعني نعطيكم العبار باش تعرفوا، يعني تقريبا كاس ونص غادي يدير لكم مول تاع 26 سنتيم القطر ديالو. ودابا غادي ناخد الفلفلة. بالنسبة للفلفلة راه ما حمرتها ما والو، خليتها غير هكا خضرا، راه غادي تطيب. وانتم كما كتشوفوا في هاد الاثناء غادي نوجدوا لاباراي اللي غادي نديرو فوق الكيش ديالنا، اللي سهله بزاف بلا بدون كريمه ديال الطبخ، وبمكونات يعني كاينه في كل بيت. نبداو على بركه الله. غادي ناخد هنايا 3 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الكوزه محكوكه غير شويه. دابا غادي نطرب كل شيء. فوالا، غادي ناخد الكيش، هاد شويه الزبده اللي بقات ليا غادي نحاول نوزع على الجوانب.
في هذا الاثناء راه الفران شعلته وغادي نصب لاباري ديالي فوق الحشوة. هنا عندي شويه ديال الفرماج حمر محكوك، غادي نديرو من الفوق. الا بغيتو تستغناو عليه ممكن، يعني ماشي ضروري. ورجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. وانا رجعت معكم مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم. كما كتشوفوا مكونات اللي بسيطه جدا، وخرجنا احسن كيش اللي كيجي زوين بزاف ولذيذ. اهم حاجه هو الدم، ما نعاودش لكم، غير جربوه فريمون، غير جربوه، راه على حسابي يعني كفكره عشاء او غداء. وكما عودتكم غادي نقطع معكم واحد المقصوبة باش تشوفوا كما كيجي من الوسط. ولا كنتي اول مره كتدخل القناه، ما تنساش تشترك مع القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تبخلوش عندنا بلي لايك وبلي كومونتير زوينين بحالكم. وكنشكركم على المتابعه، ودمتم سالمين إلى فيديو قادم بإذن الله مع وصفة جديدة.